النمسا تنجح في تفكيك عصابة احتيال دولية تعمل بالعملة الرقمية. أمين المظالم يكشف عن أسباب تأخر إجراءات اللجوء وتعثرها. رئيس الشرطة النمساوية يقاضي زعيم حزب الحرية بعد اتهامه بالفساد. وزير الصحة يغادر مؤتمراً صحفي بعد خلاف حول إجراءات كورونا. وزارة التربية ما يصل إلى 12 ألف متقدم لشغل 7100 وظيفة معلم. وإفلاس شركة فيسكا للسيارات الكهربائية في النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. نجحت الجهود الدولية المشتركة بين خبراء الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي النمساوي والنيابة العامة لمكافحة الفساد والرشوة في تفكيك عصابة احتيال كبرى تعمل بالكريبتو. وألقي القبض على 6 مشتبه بهم في النمسا وتشيك وقبرص، وكشفت العملية عن خسائر تقدر ب6 ملايين يورو، وبدأت العملية مع عملة لوب إكس في عام 2017 وانتهت باعتقالات في أوروبا في أكتوبر 2023 مع مصادرة نقود وسيارات وعقارات. وفي هذا الصدد حذرت الشرطة من الاستثمارات المشبوهة عبر الإنترنت. كشف التقرير السنوي لأمين المظالم في فيينا عن صورة قاتمة لمدى استغراق إجراءات اللجوء في فورالبرغ، حيث تم تقديم 88 شكوى بشأن طول مدة الإجراءات. وبيّن التقرير أن فورالبرغ تأتي في المرتبة الثالثة بعد كل من النمسا العليا وشتايرمارك. وأكد فالتا روزينكرات أحد أمناء المظالم الثلاثة أن طول مدة إجراءات اللجوء لا تزال مشكلة كبيرة في النمسا لعام 2023، ومع ذلك تم تحقيق بعض التحسينات الطفيفة في إجراءات منح تصاريح الإقامة من خلال زيادة عدد الموظفين ورقمنة الملفات. يحتزم رئيس الشرطة الفيدرالية في النمسا مايكل تاكاكس مقاضاة زعيم حزب الحرية هيربرت كيكل والأمين العام للحزب مايكل شنيدلتس بسبب اتهامات بالاجتماع مع المدير السابق لواير كارد يان مارسليك. ويسعى تاكاكس لإلغاء هذه الاتهامات ومنع تكرارها بإجراءات قانونية مدنية. وكان كل من كيكل وشنيدلتس قد زعم أن تاكاكس التقى مع مارسليك، ما دفع تاكاكس لاتخاذ هذه الخطوة. ويذكر أن مارسليك هرب قبل انهيار شركة واير كارد في فضيحة حسابات، واعتقد أنه في بيلاروسيا حاليا. انتهى اجتماع بين وزير الصحة الاتحادي يوهانس روخ ومسؤول الصحة في النمسا السفلى كريستوف لويسا من حزب الحرية بجدل حاد، حيث غادر روخ قبل انتهاء المؤتمر الصحفي الذي جمعهم. وبدأ المؤتمر بسلاسة، لكن انتقد لويسا روخ لعدم الشفافية في سياسة كوفيد، ورد عليه روخ بقوة مدافعا عن الإجراءات واللقاحات. ولذلك غادر روخ المؤتمر بغضب مؤكدا أهمية اللقاحات، وكانت الجمعيات المرتبطة بروتر المنكرة لكوفيد هي السبب في الجدل، وفي النهاية رفض حزب الشعب دفع أموالا لها. أعلنت وزارة التربية والتعليم النمساوية عن تلقي أكثر من 11800 طلب عبر موقع classajob.at لشغل 7100 وظيفة تدريس للعام الدراسي المقبل، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي. ومع وجود 109 ألف ساعة دراسية شاغرة، لا يزال التوزيع غير متساوي مع تحديات في توجيه المعلمين بكفاءة، حيث تعمل وزارة التربية على توزيعهم وإعادة توجيه غير الموظفين. ومن بين 7100 وظيفة يوجد 5000 بدوام كامل و2100 بدوام جزئي، مع زيادة في الأخيرة إلى 40% في المناطق الغربية. ويعمل حاليا في النمسا حوالي 120 ألف معلم. أعلنت شركة فيسكا فرع النمسا عن إعلان إفلاسها بعد توقف إنتاج سياراتها الكهربائية أوشا الممثلة لسيارات تسلا الأمريكية. وأشارت الشركة الأم في كاليفورنيا إلى بدء عملية إعادة هيكلة في مصنعها بكراتس. وكانت فيسكا تصنع أوشن SUV في مصنعها بالمدينة، لكنها واجهت اضطرابات في الإنتاج. ومن المتوقع أن يؤثر الإفلاس على 500 وظيفة في النمسا. وتكافح فيسكا بسبب فشل استراتيجيتها وضغوط الفائدة ومشكلات الموردين. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.